بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد على آله وصحبه أجمعين. معكم المشرفة التربوية أستاذة منى مساوى. درسنا اليوم للمرحلة المتوسطة، مادة علوم أول متوسط الفصل الدراسي الثاني، الفصل 11، والدرس الطيور الدرس الثاني من الفصل 11، وهو الطيور والثدييات. الموضوع درسنا عن خصائص الطيور. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وننطلق في رحلتنا اليوم. في الدرس السابق تكلمنا عن إحدى الفقاريات، فما هي؟ هذا مراجعة فقط للدرس السابق. ما هي؟ من الصور التالية نلاحظ أنها، أحسنتم، الزواحف، رائع جدا. ما الخصائص العامة للزواحف والتي مكنتها من العيش في بيئتها والتكيف فيها؟ أحسنتم، أن لها جلجاف وحر شفي، رائع. منها السحالي والحيات، ممتاز. تكاثرها جنسي، إخصابها داخلي، تتكاثر بالبيت، رائعين رائعين. هذا سيكون مدخل لدرسنا اليوم. نرجع للتصنيف. المملكة الحيوانية تنقسم إلى فقاريات ولا فقاريات. خلصنا من الفقاريات وانتهينا. نبدأ بالحبليات. بدأنا بأخذنا الكيسيات والسهميات، ثم الفقاريات. الفقاريات تكلمنا عن الأسماك، تكلمنا عن البرمائيات، وانتهينا من الزواحف. ماذا بعد الزواحف؟ هذه الصور سوف تساعدكم. رائع رائع جدا، رائعين الطيور، ممتاز. لو لاحظنا على الطيور ودققنا في الصورة أو قرأنا الصورة، نستطيع أن نرى البفين ونرى العقاب ونرى الإيمو. كلها طيور، كلها من صفات الطيور، ولكن كلها من طائف الطيور، ولكن تنقسم، ولكن لها صفات محددة أو لها أمور تميزها عن الحيوانات الأخرى. نلاحظ موضوعنا إذن اليوم راح يكون عن ماذا؟ الطيور، رائعين رائعين طيور. نتكلم عن الأهمية. تتشابه الثدييات في تركيب أجسامها وتشابه مع الطيور في أنها فقارية ثابتة درجة الحرارة، وقد استفاد الإنسان من مراقبة ودراسة طيران الطيور في صناعة الطائرات وتطويرها. راقب وتفكر وتدبر فيما أمره الله سبحانه وتعالى لكي يستفيد من كل كائن في هذه الحياة بمساعدته على المعيشة. والإنسان سبحان الله كائن مفكر ومتدبر ومستفيد مما حوله. ما المفردات الجديدة اللي سوف نتعرف عليها اليوم؟ الريش الكفافي والريش الزغبي. ما الأهداف التي سوف نحققها من خلال الصور السابقة، ومن خلال التصنيف، ومن خلال حديثنا عن الطوائف السابقة؟ ماذا نريد أن نعرف؟ واحد، رائع، خصائص الطيور، تصنيف تكيفات الطيور التي تساعد على الطيران. ما الذي يساعد الطيور على الطيران؟ أحسنتم، جميل. توضح وظائف الريش، رائع جدا، أسئلة رائعة جدا جدا. هذه الأهداف سوف نصيغها على شكل أسئلة بعد الانتهاء من الدرس لنعرف هل حققنا هذه الأهداف أم لا. بسم الله نبدأ. ما هي خصائص الطيور؟ من الصور السابقة ومن الصور التي أمامك ومن قراءتك الجزئية الموجودة في الكتاب أمامك، تعرفي على خصائص الطيور. رائع رائع، جميل جدا. إذا لها ريش، رائع، أيضا تبيض، أحسنتي، تعتني بصغارها، ممتاز جدا جدا جدا. أرجلها تغطى بحراشف، ممتاز، سوف نعرف ما ارتباطها مع الزواحف، رائع جدا. إذا لها أحجام وأشكال متفاوتة، فمنها الكبير ومنها الصغير. الصغير جدا مثل طائر الطنان اللي يعتبر أصغر طائر أو طائر في المملكة في الطيور. منها الكبير مثل الطائر النعامة، منها ما هو يطير ومنها ما هو ماذا؟ لا يطير، أحسنتم، رائعين. أيضا جميعها فقاريات، رائع جدا، هذا ما يميزها. درجة حرارتها ثابتة جدا، رائع جدا، وتغذيتها تساعدها في إطلاق درجة الحرارة وثباتها، ممتاز جدا. أيضا نلاحظ أن ليست كلها تستطيع الطيران، رائع. عندنا النعام وعندنا الصقر، ممتاز. تتكاثر جنسي وتضع البيض المغطى بقشور، وأيضا إذا بيضتها تكون قشرية بعكس الزواحف التي تكون جلدية بقشور، وبالتالي تكون ماذا؟ صلبة قليلة. يغطي الريش أجسامها، ممتاز جدا، وهذا ما يميزها عن باقي ماذا؟ الحيوانات أو المملكة الحيوانية.
لها أجنحة، لها منقار، لها أقدام تغطى بحراس، ممتاز. وهنا ارتبطت مع الزواحف بوجود البيضة وأرجلها مغطى بماذا؟ بحراس. لها طرق تغذية مختلفة وتختلف مناقيرها بحسب تغذيتها، ممتاز جدا. وتعتبر المملكة مملكة أو تعتبر الطيور من أكثر مملكة أكثر الفقاريات في المملكة الحيوانية مع الأسماك، رائعين جدا. كيف تستطيع الطيور التكاثر في القطب الجنوبي مع أن درجة الحرارة أقل من صفر؟ ذكرنا السبب قبل قليل في الخصائص، رائعين جدا، ممتازين ممتازين ممتازين. درجة حرارة جسم الطيور ثابتة، وهي أيضا تحتضن صغارها حتى تحافظ على درجة حرارتها حتى في أصعب الظروف، ممتاز. كيف يمكن تمييز الطيور عن غيرها من الحيوانات؟ فإذا قابلت كائن أو حيوان كيف تعرفين أنه طائر من غير ذلك؟ بالخصائص العامة للطيور، أنه يغطي جسمها ريش، إذا كان له ريش إذن هو طائر. لها مناقير تختلف بحسب غذائها، تتكاثر بالبيض وتحتضن صغارها، ممتازين رائعين جدا. نأتي الآن، تمتاز الطيور بالطيران وترتبط اسم الطيور معها بالطيران. ما الكيفات الذي وهبها الله سبحانه وتعالى للطيور جعلتها تساعدها على الطيران؟ لاحظي الصور التي أمامك والصور الموجودة في الكتاب، ثم أخبريني بالسبب أو أخبرونا بالسبب. طلابنا الأعزاء، مستقبلنا الزاهر، أحسنتم. الشكل الانسيابي لأجسامها ممتاز حتى تقاوم اندفاع الهواء، رائعين. الريش الكفافي والذي يساعدها على الطيران، ممتاز جدا. اتصال الرئتين بأكياس هوائية تخفف من وزنها، ممتازة جدا جدا جدا. الرئتين ليست رئة كبيرة واحدة، والعبارة عن أكياس حتى يتوزع فيها الهواء وتساعد على الانطلاق في ماذا؟ في الهواء. العظام مجوفة وخفيفة الوزن، بالتالي تساعدها على الطيران. واستفادوا من هذه الخاصية في ماذا؟ في صناعة الطائرات. الكفاءة العالية للقلب وسرعة الخفقان، رائع جدا، أنه مكون من 4 حجرات. العظام المجوفة التي تعمل على خفة وزنها، والغذاء المتنوع والذي يكسبها طاقة عليه، إذن تنوع ماذا؟ الغذاء. تمتاز أيضا قوة صلابة الهيكل العظمي الذي يميزه اندماج الفقرات الذيلية، اندماج الفقرات الذيلية يكسبها صلابة. عندها عظمة أمامية تساعدها على الاندفاع أيضا في الهواء، تسمى عظمة القص، رائعين جدا جدا. أيضا ما يساعدها عدة أمور، يساعدها على الطيران عدة أمور، منها أهمها تساهم، هناك عناصر أيضا تساهم في إنتاج قوة الدفع في الطيور أثناء انسيابها في ماذا؟ في الهواء. ما هي هذه العناصر؟ إذا قلنا الخصائص، إذا نتكلم عن العناصر التي تساعدها. رائع، شكل جناحها يساهم في عملية في عملية اندفاعها في ماذا؟ في الهواء. أيضا حركة الجناح، رائع جدا، حركة الجناح يكون من أعلى إلى أسفل وإلى اليمين وإلى اليسار حتى يساعدها في الثبات، رائعين جدا. مساحة سطح الجناح رائع، كلما زادت مساحته كلما ساعد في طيرانها. أيضا مقدار سرعة الجناح، ممتاز حركته. الزاوية التي يصنعها الجناح مع الهواء المتحرك، وهذه كلها الأمور استخدموها في صناعة ماذا؟ الطائرات، وبداية الطائرات الورقية أو الطائرات اللي نسميها الطائرات الشراعية، استخدمت هذه المبادئ لماذا؟ للطائرات، رائعين رائعين جدا. هذا بالنسبة للتكيفات التي ساعدتها على الطيران. نسترجع ما فات، اختار الإجابة الصحيحة فيما يلي. أي التكيفات التالية تساعد الطيور على الطيران؟ 1- عظام خفيفة، بيض ذو قشرة قاسية، جسم مستعرض أو منقار كبير. رائعين رائعين جدا، عظام خفيفة جدا، رائعين جدا، ممتازين. السؤال الثاني، توقعي ما الذي يحدث لو فقد الطائر ذيله؟ الذيل يساعد على التوجيه ويساعد على التوازن، فإذا فقد الطائر ذيله لن يطير؟ أحسنتم، طيرانها يكون أصعب والمسافة التي ستقطعها تكون أقصر، ولكنه سوف يطير بأي حال. ما مدى صحة العبارة التالية؟ يساهم شكل الجناح ومساحة سطحه في قوة الدفع للطائر أثناء الطيران، أحسنتم، صحيحة، أحسنتم، رائعين جدا.
الآن نتكلم عن الريش أو وظائف الريش. في البداية سوف نتكلم عن أنواع الريش، ثم نتكلم عن تركيب الريشة، ثم نتكلم عن وظائف الريشة. إذا ما أنواع الريش؟ أحسنتم، ريش كفافي وريش ثقبي. ما الفرق بينهما؟ ما الفرق بينهما؟ لماذا نقول هذا كفافي وهذا ريش ثقبي؟ الريش الكفافي معناه يكف جسم الطائر، أي ريش قوي خفيف الوزن، يعطي الطيور شكلها ولونها ويساعد في الطيران. اللي يغطي الريش الكبير، اللي يغطي جسم الطائر، يغطي الجناح، يغطي الذيل، يساعده في التوجيه أحسنتي والتوازن، رائعين جدا. أما الريش الزغبي يكون أسفل الريش الكفافي وينمو مع الطائر منذ الصغر، يكون أول ريش ينمو على جسمه، وهو ريش رقيق يحتفظ بالهواء الدافئ بالقرب من جلد الطائر. طيب ما هو تركيب الريشة؟ أحسنتم، تكون تركب الريشة من كي نحدد على الرسم، نلاحظ أنها تتركب من ماذا؟ من قصيبة، تتفرع منها قصيبات صغيرة، رائعين، لاحظوا، وتوجد فيما بينهما شعيرات، الشعيرات تربط ما بين القصيبات وتساعد في تنظيم الريش، وتساعد في عمل ماذا؟ في ترتيب ريش الطائر وإعطائه شكله وإرجاعه إلى شكله الانسيابي. نلاحظ هنا الفرق بينه وبين الريش الزغبي اللي هو صغير وما يكون فيه قصيبة كبيرة وصلبة في الوسط، مجرد ماذا؟ عبارة عن ماذا؟ شعيرات متفرقة. لاحظي الفرق بين الريش الزغبي والريش ماذا؟ الكفافي، رائعين جدا. ننتقل منها إلى ماذا؟ قلنا عرفنا نوع الريش وعرفنا الريش الكفافي والريش الزغبي، نبغى نتعرف الآن على وظائف الريش. ننتقل الآن وظائف الريش، التمييز بين أنواع الطيور. أحسنتم، فنجد أن هناك طيور ملونة وهناك طيور عادية، ويمكن أن نعرف الطائر من ماذا؟ من لون ريشة. جذب الأزواج أثناء مواسم التزاوج، أحسنتم، مثلا عندنا الذكور، أن بعض الطيور تكون الذكور أكثر تلوين من الإناث، فبالتالي تعطيها ماذا؟ جذب أثناء التزاوج، ويستعرضون بالريش بعضها. التمويه للحماية من المفترسات، أحسنتم، فممكن أنه يتلون بحسب الأشجار، بحسب المناطق الموجودة فيها، بالتالي يختفي من المفترس، وهذا رحمة من الله سبحانه وتعالى لهذه الكائنات. فالريش يساعدها على التخفي بين الأشجار، يساعدها التخفي في الصحاري، يساعدها التخفي على حسب البيئة الموجودة فيها وحمايتها من المفترسات. الحفاظ على درجة حرارة جسم الطائر، وهذا يقوم به الريش ماذا؟ الزغبي، الذي يحافظ على درجة جلد الطائر لأنه يكون قريب من الجلد، التالي يحافظ على درجة حرارته ثابتة، رائع. المساعد على الطيران، وهذا يقوم به ماذا؟ الريش الكفافي، رائعين جدا. نلاحظ في الصور، لاحظ الصورة في الكتاب، الريش الزغبي والريش الكفافي. والريش الزغبي متى ينمو؟ يبدأ بالنمو أيضا من أول ما يكون الطائر أو يفقس من البيض، يظهر الريش الزغبي ثم يعقبه الريش الكفافي، رائعين جدا. باستخدام شكل فن، قارني بين الريش الكفافي والريش الزغبي لمراجعة ما فات. باستخدام شكل فن، قارني بين الريش الكفافي والريش الزغبي. هنا الريش الكفافي، هنا الريش الزغبي. إذن أول شيء نجد أوجه الشبه فيما بيننا، قلنا مقارنة، يعني أوجه الشبه وأوجه ماذا؟ الاختلاف. فأوجه الشبه نقول يوجد كلاهما يوجدان في الطائر. أوجه اختلاف أن الريش الكفافي ريش قوي خفيف الوزن، يغطي الطيور يعطي الطيور شكلها ولونها ويساعد في الطيران. أما الريش الزغبي ريش رقيق. إذن هنا الريش الكفافي ريش قوي، الريش الزغبي ريش رقيق. ما هي وظيفة الريش الكفافي؟ يعطي الطيور شكلها ولونها ويساعد في الطيران. أما الريش الزغبي يحتفظ بالهواء الدافئ بالقرب من جلد الطائر، رائعين رائعين. بالتالي يكون هنا انتهينا من درسنا، ننتقل إلى مراجعة ما فات وتحقيق ماذا؟ أهدافنا، هل حققناها أم لا؟ نلاحظ لو رجعنا بشكل سريع،
تحدد خصائص الطيور هذه الأهداف، تصف تكيفات الطيور التي تساعدها على الطيران، توضح وظائف الريش الزغبي. نلاحظ الحين الآن نعود إلى الصفحة ونبدأ لتحقيق الأهداف. صفي الطيور لها حجم مختلف، لها ريش ومناقير، لها أرجل بعضها يطير والبعض لا يطير، ثابتة درجة الحرارة. الهدف الثاني، كيف تستطيع الطيور الطيران؟ تركيب جسمها الانسيابي، خفة وزنها، التجاوف الموجودة في عظامها، الأكياس الهوائية في رئتها، قوة الضخ في قلبها، آلية عمل أجنحتها. رائعين جدا، هذه كلها تساعدها على ماذا؟ تساعدها على الطيران. ما وظائف الريش في الطيور؟ أحسنتم، رائعين. المساعدة على الطيران، التنويه والتخفي، جذب الشريك أثناء التزاوج، الحفاظ على درجة حرارة جسم الطائر. رائعين، أثابكم الله. هل حققنا الأهداف؟ نراجع أنفسنا، نرجع إلى الأهداف، نضعها على شكل أسئلة، ثم نسأل نفسنا. تحدد خصائص الطيور، ما هي خصائص الطيور؟ أوصف الطيور، تصف كيفية تكيفات الطيور التي تساعدها على الطيران، ما هي التكيفات التي تساعد الطيور على الطيران؟ توضح وظائف الريش، ما هي وظائف الريش؟ وكلها بحمد الله حققناها في درسنا اليوم. تم بحمد الله وتوفيق درسنا اليوم. دعوة صادقة بأن يحفظ الله بلادنا وبلاد المسلمين، أن يرفع عنا هذه الغمة، وأن يكتب لنا ولكم أجر طالب العلم ومعلم الناس الخير. دمتم بصحة وعافية وحفظ من الرحمة.